بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فوزي عبد العزيز معكم مدرس سعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة. في الفيديو ده عايزين نعمل سيميوليشن للووتر على سد زي الشكل ده كده، عايزين نعمل انيميشن زي ده. هنا شكل الووتر ليفل، وده هنا بعد السد، ده فلات سيرفيس فوليوم فلوريد، وهنا ده البروب اللي هو على السطح ده بيقيس الفري سيرفيس الفيجن أو ارتفاع المياه عن النقطة دي، وده هنا الكونتور بتاع الفلوستي من 0 لـ25 متر في الثانية، وده هنا الويندو ده بيعمل زوم على المنطقة دي. عايزين نعمل أنيميشن زي ده بالظبط باستخدام برنامج الفلو 3D. في الأول هنفتح برنامج الفلو 3D ونيجي من فايل نيو ورك سبيس، وهنا هنسميه example، وهنا المكان اللي هيتم فيه حفظ الملفات، نختار مكان select folder ونقول اوكي. بعد كده نقول add new simulation، ممكن اقدر اعمل اكتر من new simulation، وهنا new simulation هنقوله OV 1، وهنا ال SI units نقول اوكي. بعد كده ندخل في المودل ستاب من الاول، من اول ايكون هنا على الشمال جلوبال، دي السيتنج اللي انا اخترتها لو عايز اعدل فيها. وهنا عندنا الفينيش تايم اللي هو وقت اللي هيتم فيه عمليه السيموليشن من 0 لـ60 سكند. بعد كده هنا في المودلز نختار وان فلويد الديفولت، نختار من هنا تو مودلز زي الفيسكوستي اند تيربلنس، تو equation كي اوميجا، وهنا بالنسبة للتربل ميكس سكيل هي dynamically computed ونقول اوكي. okay. وفي موديل تاني برضو عشان ناخد تأثير الجرافيتي، هنا تأثير الجرافيتي ونقول له ان الجرافيتي في اتجاه الزد -9.81، نقول له اوكي. okay. دول تو موديل اللي هشتغل عليهم في الاكزامبل ده. بعد كده في الماتيريال هنا من الماتيريال نيم عندنا هنا ووتر، ادخل من الداتابيز نختار ووتر ات 20 سيلسيوس ونقول لود. بعد كده الايكون اللي بعديها اللي هي الجيومتري، هنيجي هنا ممكن اقدر ارسم سفير او سلندر او كيوب، هنا انا هختار شكل اللي هو اس تي ال، هنقول له اد من على الديسكتوب، في عندنا ob.stl اختاره اوكي، نقول اوكي. هنا نوع الشكل ده هيبقى سوليد، نقول اوكي. ده الشكل بالنسبة لنا، هنا ده شكل السد. بعد كده نيجي على الميشنج، هنا انا عايز اعمل الدومين الخارجي اللي هيبقى فيه الووتر قبل السد وبعد السد. هنا هنقول نيو، هنا دي شكل الدومين وفي نفس الوقت اللي هو هيكون الميشنج. انا هنا ممكن اختار ان انا اديله ابعاد معينه، ابعاد بوكس معينه، او ممكن اختار فيت جيومتري، هيبقى على قد الجيومتري بس، ممكن اختاره يبقى زياده في اللينس او في بيرسنت في المية. انا اختار هنا يوز ليميتر واعمل دومين محدد وليكن من -100 متر قبل السد وبعد كده السد 100 متر، ومن 0 لـ1، ومن الزد من -30 وبارتفاع 25 متر الدومين. طبعا نقطة الأوريجين بوينت موجودة هنا فوق السد عشان نبقى متخيلين الشكل. وهنقول له برضو محتاجين هنا نقول له السايز اوف سيل وليكن ½ متر سيل سايز، ونقول له اد. هنلاحظ هنا ان البرنامج ضاف لي الشكل الخارجي للميشنج، بس مش ظاهر شكل مش، ممكن اظهره من عن طريق مش فلو مش فيو مود، نقول له جريد لاين، ولو عملت زوم ان هنلاقي هنا الميشنج. ده شكل المش والسايز بتاعها دي. هنا برضو عندنا بما ان السطح ده ستريت، فممكن
ان انا اخلي المش بدل ما تبقى بادئه من نصها ممكن تبدا من اول الفيز ده، عن طريق ان انا اجي من المشنج هنا اقول له اد نيو بلين مش بلين انتراكتيفلي، وادوس كنترول واختار ليفت كليك على او النقطة أي نقطة على السطح ده، فنقول له اد، نقول له كلوز. هنلاحظ هنا إنه ضاف لي بلين هنا، وإن السيل بدأت أو بدايتها من أول السطح ده، ودي كويسة جدا في عملية المشنج والأكيورسي. هنا هنلاحظ برضو إن عدد السيلز 88,000 سيل، ده عدد قليل جدا لأن أنا أعتبر واخد شريحة من الفلو، ولعملية تسهيل في الكالكوليشن تايم. بعد كده هنيجي للباوندري كونديشن. طبعا هنا ادي الكوردينيت عندنا، ده هنا بالنسبه لاتجاه اكس، عندنا في اكس مينيمم واكس ماكسيمم. طبعا في الاكس مينيمم ده هيبقى ليفل عالي، فهنا الاكس مينيمم ممكن اخدها اللي هو بريشر، وهقول هنا يوز فلويد فراكشن، لا ممكن اغيرها يبقى يوز فلويد اليفيشن بارتفاع معين، يبقى ارتفاع الميه هنا ليها حوالي خلينا نقول 10 متر، ونقول له اوكي ده في البريشر. بالنسبة للاكس مينيمم هنختارها برضو بريشر، بس هنختار هنا اوت فلو لخروج الوتر من السطح ده اللي هو الزد او الاكس ماكسيمم. وهنا هنيوز برضو نفس الكلام، هنستخدم يوز فلويد اليفيشن، ونقول له هنا الارتفاع بتاع المية ناقص 18 متر. طبعا زي ما قلنا ان نقطة الأورجن بين هنا يبقى ناقص 18 في المكان ده تقريبا. نيجي برضو بالنسبة لـ X الـ Y minimum والـ Y maximum ده هيبقى symmetry، وبالنسبة للـ Z minimum اللي هي ده هيبقى wall، هغيرها تبقى wall. وبالنسبة برضو للـ Z maximum ده هيبقى pressure، ونخلي هنا use fluid fraction 0، ده عشان يبقى بيمثل الهواء الخارجي. ده بالنسبة للباوندر كونديشن. بعد كده هنيجي للانيشال كونديشن. في الأول عند التايم زيرو الوضع كان ايه؟ ممكن اخفي بس الميشنج، مش نختار اوتلايت تاني. في الأول هنا نقول له الهايت يوز فلويد اليفيشن، ونقول له ناقص 18. هنلاحظ ان هنا ضاف لي خط يمثل لي اللاين اللي هو اليفيشن ناقص 18 متر. ممكن كمان اضيف، لان انا عارف يسهل عليا في عمليه الحسابات في التايم زيرو، ممكن نضيف هنا ريجون، نقول له نيو ريجون الهاي اكس هاي بزيرو والزد هاي بزيرو، وهنا هيبقى الشكل ده الريجون او ده المنطقه اللي فيها ووتر عند التايم زيرو. برضو نيجي بعد كده في الاوتبوت، هنا نختار basis of output per time، ونخليه يسيف لي الداتا كل 1 second. هنختار مثلا fluid fraction, fluid velocities, mass flow rates, pressure. كمان ممكن اجي هنا على total hydraulic head، تمام، وهنا نختار total hydraulic head. هنا هنلاحظ كمان ان البرنامج هيسيف الداتا كل 1 second بس، مش هيسيفها لكل time step size اللي البرنامج هيحسب بيها، هو هيحسب حوالي 1 ملي سكند او 2 ملي سكند بس الداتا اللي هتتسيف لانها كبيره جدا، فيخزنها لكل 1 ملي لكل 1 سكند لحد 60 سكند، ده اللي هو الفينش تايم. محتاجين كمان هنا ان احنا ممكن نشوف شكل الميشنج من فيفر، نقول له جنريت، نستنى ثواني حتى ما يتم عملية الميشنج مع الشكل. نيجي هنا اون تشيك، وده شكل الجيومتري بعد عملية الميشنج، ده هيبقى الشكل اللي هيتم عليه الحسابات. طبعا كل ما أقل الستيب سايز وتكون مثلا 2 من 10 هيديني تفاصيل أكثر على الجيومتري، بس هيزود عدد total number of cell. هنا هنلاحظ ان النص متر اللي اخترناها تبقى منازمة للشكل عندنا، دي تفاصيل واضحة للأوجي. بعد كده هنيجي لنضيف هنا
بروبس، عندنا هنا بروبس اد بروب، ده اللي هيقيس ارتفاع الليفل المايه على نقطه هنا بروب، هنضيف هنا نيو هيستوري بروب اللي هو ناقص 20، والواي بنص، والزد ناقص او خلينا نقول بزيرو. ده شكل او ده البروب مكانه هنا، وهيقيس ارتفاع المياه من تايم 0 لحد 60 سكند، ارتفاع المياه عن النقطة دي. محتاجين كمان نعمل فلوكس سيرفيس اللي هو بعد الدام، هنا يقيس الفوليوم فلو ريت على الاريا دي. هنضيف هنا نيو فلوكس سيرفيس، هنا في الديفينيشن هنقول نختار اكس ات 30، ومن الليمتر نختار الزد من ناقص 30 لزيرو. ده سيرفيس او ده الفلكس اللي هيقيس عليه الفوليوم فلو ريت. تمام، ممكن هنا نرجع للديفينيشن، نبعده ورا شوية وليكن حوالي 40 تبقى افضل. تمام كده، نيجي بعد كده لعملية الرننج، هندوس run simulation local، هيبدأ هنا البرنامج يجمع كل الداتا ويبدأ يحسب، ياخد تايم ستيب صغيرة ويحسب عليها تايم ستيب في تايم ستيب لحد ما يوصل ل 60 سكند، وبعد كده يستوب السيموليشن. هنا هنلاقي عندنا طلع لنا ثلاثة جرافس، عندنا البريشر كونفرجن أول حاجة، بعد كده الفوليوم، وده هنا التايم ستيب انفورميشن أو التايم ستيب على الفلو تايم. هنلاحظ حوالي هنا إن هي لو شفنا هنا عند 1 سكند أو فيما بعد يعني هتكون في حوالي ممكن تدخل لها في حاليا 7 ملي سكند، هتقل شوية ممكن توصل ل 2 ملي سكند أو 1 ملي سكند على طول السيميشن، هنشوف لحد ما يخلص. دلوقتي هنسرع الجزء ده لحد ما يخلص سيميليشن. بعد انتهاء الكالكوليشن نلاحظ هنا سيميليشن ران كومبليتد، برضو هنا البرنامج اخد حوالي 13 دقيقة عشان يعمل السيميليشن من 0 ل 60 سكند للشكل اللي عندنا. بعد كده ممكن اجي للانالايز تاب واحمل الداتا فايل واعرضها عن طريق برنامج الفلو 3D، ولكن انا افضل ان احنا نعرضها على برنامج الفلو سايت. هندوس من هنا الفلو سايت عشان يفتح البرنامج. الفلو سايت ده برنامج متخصص في عرض النتائج لفلو 3D. هنا البرنامج فتح، في الأول هنا نقول له open، نختار هنا ال OK 1، نقول له OK. هنا الشكل بيفتح معانا، ممكن دلوقتي أقدر أعمل له روتيت. بعد ما يفتح ده الشكل بالنسبة لي، هنا عرض لي البريشر. تمام، هنا ممكن اجي على الايزو سيرفيس ليست، وهنا دي هنا الالوان دي بتعبر عن البريشر، ممكن انا اختارها للفلوستي. تمام، هتبقى بالشكل ده. وعندي هنا ده الكولر ماب، ممكن اغيره من 0 ل 31 متر بير سكند، ممكن اغير الرينج ده عن طريق ان انا رايت كليك يوزر ديفاين مينيمم وماكس، وهنا اختار له من 0 ل 25. اوكي، ممكن اغير كمان الفورمات، اخليها بدل اكسبوننشال اخليها فلوتنج بوينت 2، ده هيبقى الشكل اوضح بالنسبة لي. ممكن اعمل زوم ان زوم اوت، ده الشكل كده بالنسبة لي. تمام كده واضح.
ممكن هنا عندي ال time span بتاعي من 0 عند ال time 0، ده اللي هو كان ال level ناقص 18 وال level 10 10 متر، ومع ال time ممكن هنا أجيب عند ال time 6 second 15 ثانية، عند 29 ثانية، أو ممكن أعمل play ده يحرك لي animation على حركة الفلو. هندوس ستوب هنا. ممكن كمان إن أنا أضيف ال OG هنا، الشكل نفسه جيومتري، هنيجي من ال جيومتري ليست وأعلم على إيه ال كومبوننت ده، ممكن أغير اللون كمان أخليه بالجراي كولر، وممكن كمان أعرض البروب اللي هي نقطة هنا اللي هنقيس عليها الليفل، وهنا البافل 1 اللي هو بيقيس الفوليوم فلو ريت. طيب بالنسبة بقى لعرض النتائج على البروب، ممكن أدوس هنا الهيستوري داتا وأختار من هنا في البافل، ممكن اختار اللي هي الفلاكس سيرفيس 1 فوليوم فلوريت واقول له نيو بلوت، ده يعرضه لي بالشكل ده. تمام، ممكن احركه خليه تحت. تمام، ممكن كمان اختار البافلز، اختار اللي هي البروبس. تمام، ممكن اختار اول جنريتد داتا، ممكن اختار اللي هو الهوست بروب 1 واختار اللي هو توتال هيدروليك هيد، ده يديني ارتفاع ليفل الووتر عن النقطة برو، ونقوله نيو بلوت ونقوله كلوز. ممكن اتحكم في الشكل ده عن طريق ان انا احرك البار ده كده، ممكن كمان اصغره، وعن طريق رايت كليك، عن طريق ان انا ادوس على الاكسس واقوله موديفاي، وهنا الماركر خليها نان، والشكل لاين ممكن اغير الكولر بتاعه من يكون ازرق، ممكن كمان اغير في الاكسس فاليو من 0 ل 60 سكند ونقول اوكي. ده كده يبقى الشكل ده الفلكس سيرفيس فلويد 1 فوليوم فلو ريت متر بير متر كيوب بير سكند مع التايم من 0 ل 60 سكند. نفس الكلام بالنسبة للجراف التاني، ممكن ده ندوس على الجراف هنا أصغره، ممكن أحركه، ممكن أدوس على الأكسس موديفاي، ممكن أغير اللون أو ممكن أغير الماركر خليه نم، والاكسس نفس الكلام خليها value من 0 60 second اللي هي الاكس اكسس. ده هنا ارتفاع المية عن البروب ده من 0 لحد الليفل ده. دلوقتي هنحرك الانيميشن من التايم 0، نلاحظ هنا ان الانيميشن يشتغل كل تايم ستيب اللي هي 1 second وبيديني حركة الفلو. هنقول له ستوب، دلوقتي عايزين نعمل انيميشن، نرجع تاني من الاول. ممكن كمان ان انا اضيف ويندو تظهر بشكل معين في الجيومتري، نعمل عليها زوم مثلا، نختار هنا من نيو ده البورت، ممكن احركه هنا، ممكن اتحكم في السايز من جوه السايز، اقدر اعمل زوم ان، شوف شكل الفلو اللي بيحصل خلف السد، ويبقى كده كوننا الكومبوننت بتاع الفيديو. هنيجي هنا من الكريت انيميشن، نقول له هنا اللوكيشن على الديسكتوب، نقول له
OV1 نقول له سيف ونقول له كريت. هنا البرنامج هيبدأ ياخد عند تايم 0 وهنا يبدأ يعرض لي عند انيميشن للفلوستي كونتور من 0 ل 25 ثانية أو ده التايم الحالي، وهنا ده اللي هو الفلكس يقيس لي الفوليوم فلو ريت على الفلكس ده، وهنا كمان ده اللي هو الهيستوري بروب اللي هو بيقيس الهيدروليك هيد على نقطة الهيستوري بروب نمبر 1 اللي احنا عملناه. هنسرع الجزء ده لأن هو هياخد وقت حوالي دقيقة. هنا خلص انيميشن، نعمل مينيمايز، هنلاقي هنا ده الـ OV1 ممكن نشغله دلوقتي ونشوف. ده شكل الانيميشن، ويبقى ده شكل الانيميشن زي اللي احنا شفناه في اول الفيديو. ويبقى كده عملنا سيموليشن للووتر باستخدام برنامج الفلو 3D، ويساعدنا ان احنا نستقبل استفساراتكم ونجاوب عليها. شكرا.